ولمناقشة استمرار الأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان وتفاقمها في الآونة الأخيرة، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من زيورخ مدير المركز السويسري لدعم الديمقراطية السيد فرانكو عبد القادر. مرحبا بك معنا. مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا بك. يعني كما ترى، بعد الدولار والمحروقات يدخل على الخط الخبز على خط الأزمة في لبنان، إلى أي مدى تعتقد أن الشارع اللبناني أصبح على شفا الانفجار إثر هذه الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، ونضيف عليها أيضا الأزمة السياسية الخانقة والمتوترة في البلاد؟ بداية، تحية لكم وللمشاهدين الكرام. يعني الشعب اللبناني دأب على العفو، التكيف مع كل الأزمات المعيشية والاقتصادية الخانقة، رغم أنها خانقة إلا أن فئات كبيرة من الشعب قد دأبت على التكيف وربما الاستفادة من هذا الوضع. يعني أقصد الشبيحة والمنتمون للأحزاب السياسية والحزبية في لبنان، والعسكرية عفوا المسلحة مثل حزب الله وحركة أمل. نعم. حيث أن بعض الشبيحة يفرضون قوات على أصحاب محطات البنزين وربما الأفران وغير ذلك، وهم بهذا يستفيدون من هذه المأساة والأزمة التي يعيشها اللبنانيون. الشعب اللبناني اليوم للأسف الفقير، الفقراء وأصحاب المدخول المحدد من الشعب اللبناني هم المهددون أولا في هذه الأزمة التي يعيشها اللبنانيون، ومن ثم سيضطرون يعني ربما إلى المغادرة أو إلى العفو، لن يستطيعون العيش في ظل هذه المأساة، لأن الفقراء وأصحاب الدخل المحدود لن يستطيعون شراء المواد أو الخبز، لأن الآن في لبنان الأغنياء أو هؤلاء من يملكون الكاش يستطيعون شراء كل شيء، وبالتالي الفقراء ستنعدم فرصهم. يعني يبدو هذا واضحا سيد فرانكو، واضح تماما للمتابعين، لكن هل الأزمة اقتصادية باعتقادك أم أنها ناجمة عن أزمة سياسية بالأساس؟ وإلى أين يمكن أن تذهب البلاد بعد كل هذه الأزمات المتفاقمة؟ يعني قبل شهور من الآن كان الوضع الاقتصادي نوعا ما أفضل مما هو عليه هذه الأيام، والجميع يحذر من انفجار الأوضاع في الفترة المقبلة، وخاصة نتيجة التوتر السياسي أو الأزمة السياسية الخانقة في البلاد، والتي لم يعني تدفع الأطراف للتفكير بالخروج من هذه المعضلة السياسية. نعم صحيح، كنا قد حذرنا مرارا قبل هذه الأزمة من أن تهريب حزب الله للمواد أو البيئة التي يحتضنها أو تحتضن حزب الله في المناطق المتاخمة لمناطق النظام السوري والتي يسيطر عليها سيطرة تامة حزب الله، كنا قد حذرنا بأن تهريب المواد الأولية والبنزين والمازوت وكل المواد المدعومة من قبل الخزينة اللبنانية سيضعف الخزينة اللبنانية وستعود تلك التهريبات على الدولة اللبنانية بخسائر فادحة، وستختفي منها السيولة، وهذا ما حدث تماما. بالنسبة لمجريات الأمور قد حدثت مثل ما تنبأنا تماما. حزب الله هو في البداية لم ينظر إلى الشعب اللبناني، بل حاول أن يعني حاول ان يهرب ما يريد من المواد، ولم يعر يعني اي انتباه او يعني للخزينه. نعم. اللبنانيه، وفي النهايه وقع المحظور، وهو ان الخزينه اللبنانيه افلست. هذا كله ليس بسبب ازمه سياسيه، حزب الله هو عفوا قوه نعم. إيرانية. طيب. محتلة في لبنان. سيد فرانكو، في ضوء كل ما تفضلت به وكل ما هو معروف الآن ويعني مطلعين عليه، ما المستقبل القريب؟ بماذا يفيد باعتقادك؟ هل الأطراف السياسية ذاهبة إلى حل لهذه الأزمة وبالتالي تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد؟ سيد الكريم، لو كانت الأزمة سياسية لكان
بمجرد أن حرك الشيخ نصر الله إصبعه وأشار بتأليف حكومة لألف حكومة من اليوم الأول، لو كانت المشكلة سياسية، لأن حزب الله والسيد نصر الله وهو الأمين العام للجمهورية اللبنانية يملك الأمور كلها وهو يستطيع أن يأمر الجميع بتأليف حكومة، ولكن المشكلة ليست أساسا سياسية. المشكلة أن لبنان يتعرض لحصار اقتصادي بسبب حزب الله وبسبب التعديات التي قام بها حزب الله ضد الدول العربية وغيرها وبالأخص السعودية، ونحن كما نعلم أن السعودية لها، المملكة العربية السعودية لها من الأصدقاء والحلفاء من تستطيع أن تمون عليهم، وبالتالي هي ليست تقول أن يجب أن يحاصر لبنان، ولكن الجميع اليوم يقف سدا منيعا ضد حزب الله، وبالتالي حزب الله هو المسؤول عن هذه المسألة. أشكرك. عندما نقول عندما نقول أن الأزمة سياسية، فهذا يعني أنه بمجرد أن تشكل حكومة سيحل كل شيء، ولكن ليست سياسية أبدا. شكرا. وصلت الفكرة. مدير المركز السويسري لدعم الديمقراطية السيد فرانكو عبد القادر، شكرا جزيلا لك.